طيب عشان حضرتك ذكرت حكايه اذا كان حد عنده لا قدر الله حساسيه مفرطه من او تجاه احدى مكونات اي من اللقاحات، اعرف منين؟ المفروض حضرتك تروح تتلقح، بيبقى اصحاب الحساسيه للادويه وغيرها بيبلغوا الطبيب اللي بيدي اللقاح. حاجة تانية ان انت وانت بتدي الحساسية المفرطة، انت اول ما بتدي جزء بسيط من اللقاح بيظهر على طول التحسس على الجلد فبتتوقف، وبالتالي ودول حالات يعني ليست شائعة ونادرة جدا. نادرة. انما الاصل ان اللقاح يصلح للكل ما لم يكن عند حضرتك تحديدا بسبب يقرره الطبيب مش حضرتك مانع من تلقي طيب اللقاح. برضو علشان درءا وحجبا لشك بيقين، فلان الفلاني جاله مثلا اوميكرون، طيب عاوز بقى اخد لقاح، اعمل ايه؟ استنى قد ايه علشان اقدر اقدم الطلب بتاعي او اروح اخد التطعيم؟ خليني اقول لحضرتك انه الدراسات متنوعه في الفتره، يعني اكثرها قصرا في المدة الزمنية، بنتكلم في أسبوعين، وهناك من يذهب إلى شهرين. إحنا في المتوسط هنا في مصر بنتبنى الدراسات اللي بتقول إنه الفترة شهر هي كافية تماما، لأن أنت من بعد التعافي هي كافية تماما لأنك تستطيع أن تحصل على اللقاح. حلو جدا. أنا كنت بتكلم على لقاحات صغار السن، أي حد من 12 سنة لحد 18 ده بياخد اللقاح بتاع فايزر. فايزر لأن ده اللي أجروا التجارب الإكلينيكية وثبت مأمونيته. حلو. ممكن بعد فترة يجي لقاح تاني يثبت مأمونيته فنستخدمه، لكن ما هو مجاز حاليا هو لقاح فايزر.